السلام عليكم. في ألمانيا طفلة بعمر 11 سنة تصبح أم، والأب هو زوج الأم، يعني الأب هو زوج الأم أم الطفلة اللي أصبحت أم بعمر 11 سنة. يعني الموضوع شوي معقد، ولكن للأسف الشديد هذا الخبر الصادم طلع صحيح. طفلة بعمر 11 سنة بتولد وبتصبح أم، وبتخفي المعلومات عن الشرطة والسلطات الألمانية. يعني خفت المعلومات عن الشرطة أنه الأب هو زوج أمها، ولكن التفاصيل هي على شكل التالي. الطفلة عمرها 11 سنة في مدينة زيغن بمقاطعة شمال الراين نوردراين فيستفالن حدث هذا الشيء الصادم حقيقة، وأنا كنت بتمنى أنه الخبر يطلع كاذب، ولكن بعد ما شفت مصدر مصدرين وثلاثة للأسف الخبر طلع صحيح، المعلومات كلها صحيحة. وهي الحادثة وقعت قبل تقريبا 4 أشهر أو أكثر من الآن، ولكن حاليا بعد التحقيقات من الشرطة وبعد فحص الطفلة وأخذ الحمض النووي من زوج الأم، زوج أم الطفلة، تبين وبشكل تقريبا شبه مؤكد أنه زوج الأم، زوج أم هاي الطفلة طلع أب المولود الجديد. طبعا طفلة عمرها 11 سنة وولدت بشكل طبيعي، ولدت بشهرها 7. بعد هاي الحادثة، بعد ما اكتشفت الأم أنه طفلتها المولود الجديد تبعها الأب طلع زوجها، الأم كانت مصدومة حقيقة، اللي هي طبعا كبيرة بالعمر، مصدومة للأسف، وعاشت حالة من الصدمة لفترة زمنية كبيرة، لأنه طفلة عمرها 11 سنة تطلع حامل وتطلع تولد. فللأسف الشديد يعني الجميع كان بحالة من الصدمة في مدينة زيغن طبعا بمقاطعة شمال الراين. يعني المحكمة تابعت الموضوع وأخذت الإجراءات ولحقت الرجل اللي عمره تقريبا 35 سنة، وتبين من خلال الحمض النووي ان شكل شبه مؤكد انه هو الاب، ولكن التفاصيل هي على الشكل التالي. طيب هل كان في علاقة جنسية بين الطفلة 11 سنة وبين زوج الام؟ الطفلة عم تخفي المعلومات، الطفلة عم تقول انه ما كان في علاقة جنسية ولا حدا اقترب منها، ولكن هي كان عندها رغبة او حلمها من منذ الصغر انه تصبح ام، انه تصبح ام، ما كان حدا يعني اقترب عليها، ما في احتكاك، ما في علاقة جنسية بينها وبين زوج امها. هذا الشيء اللي ذكرته الطفلة. كمان زوج الام نفى بشكل مبدئي هاي الاتهامات، ولكن بعد ما اجت الفحوصات يعني طلع اكتشف كل شيء، ما في يساوي شيء. طيب الطفلة عم تقول انه من خلال الواقي الذكري اللي كان عم يستعمله، اسف لاستعمال هاي المصطلحات حقيقة وهي الكلمات، ولكن الطفلة عم تقول على الشكل التالي: من خلال الواقي الذكري اللي كان عم يستعمله زوج الام، زوج الام كان عم يستعمل هذا الواقي الذكري وكان عم يكبه، فهي الطفلة كانت عم تشيل واقي ذكري، واقي ذكري فيه الحيوانات المنوية، وبالاخير النتيجة صار الحمل. هاي بحسب أقوال الطفلة. طبعا المحكمة ما صدقت هذا الشيء، وتابعت الموضوع ووصلت إلى هاي النتائج الحالية بعد تقريبا 4 أو 5 أشهر من التحقيقات المتواصلة. حاليا تم توقيف زوج الأم بتهمة الاعتداء الجنسي على طفلة قاصر عمرها 11 سنة. للأسف الشديد هذا اللي صار، يعني ما كان بيودنا ننشر هيك أخبار، ولكن هاي المعلومات وهاي الأشياء صارت في مدينة زيغن بمقاطعة شمال الراين. فنطلب من الجميع أن ننتبهوا على أطفالكم، حتى الأم بالغة كبيرة بالعمر، ولكن ما كانت تعرف أنه راح يصير هذا الشيء الكارثي اللي حاليا عايشة بصدمة كبيرة. ونقطة أخيرة، الطفل المولود الجديد اللي أمه عمره 11 سنة أخذوه من أمها اللي عمره 11 سنة، واخذوه من الجدة كمان، واعطوا الطفل لعائلة ثانية بسبب يعني مركز الشباب عم يقول انه هاي العائلة غير قادرة على تربية الطفل وعلى الاعتناء بالطفل. وعلى كل الاحوال يعني الجميع كان بصدمة
فالطفل الجديد شو ذنبه؟ يعني من الأفضل هن شافوا أنه يعطوه لعائلة أخرى يعتنوا بهذا الطفل اللي ولد جديد واللي أمه عمرها 11 سنة. فبتمنى شاركوني آراءكم بالتعليقات والأسباب اللي أدت إلى هاي الأفعال الكارثية اللي عم تحصل، هذا الشيء اللي حصل في ألمانيا للأسف الشديد. بتمنى أخيرا الصحة والسلامة لجميع المشاهدين. بحسب المكتب الإحصائي الفيدرالي الألماني، هناك زيادة بعدد الأشخاص طالبي اللجوء اللي عم يستفيدوا من معونة طالبي اللجوء من هذا الراتب اللي بيطلع لهم شهريا. طبعا هذا الراتب كان في عليه خلاف وحولوا له بطاقة في أماكن، في مناطق وفي أماكن ضل كاش باجلد، ولكن كان يعني محل جدل بآخر سنة في ألمانيا. حاليا بحسب المكتب الإحصائي الألماني عم يقول هناك في زيادة، حاليا في عنا 522,700 شخص طالب لجوء عم يستفيدوا من هاي المعونة، يعني عم ياخذوا راتب شهري. 15% من سوريا، 15% من تركيا، 11% من أفغانستان، و 8% من العراق. طبعا هلا ممكن شخص يقول طيب وين الأوكرانيين؟ الأوكرانيين ما بينحسبوا لاجئين في ألمانيا وما بيدخلوا هاي الإحصائيات وهي المراكز. الأوكرانيين يعني ما مروا بمرحلة طالب لجوء، أو حتى إذا مروا بيكون في أشخاص غير أوكرانيين كانوا عايشين في أوكرانيا، طلاب مقيمين بيكونوا شهر شهرين ثلاثة وفورا بيتحولوا لمرحلة تانية اللي هي معونة الجوب سنتر. ومعونة الجوب سنتر تختلف عن معونة طالب اللجوء أو راتب طالب اللجوء. فنحن هنا عم نحكي عن راتب طالب اللجوء، في فرق بينها وبين الجوب سنتر. والأوكرانيين معفين من هاي الخطوة، يعني ما بيمروا بمرحلة طالبي اللجوء. غير هيك لكن شفنا الأوكرانيين بالمركز الأول لأنه هن بيجوا بالمركز الأول وبعدهم السوريين. طبعا هاي الأرقام هي بحسب أرقام عام 2023، وعم يقولوا أنه أرقام عام 2023 هي في انخفاض إذا قارناها بأرقام عام 2022. يعني 2022 كان في عنا أشخاص أكثر أو عدد أشخاص أكثر على هاي اللي بيستفيدوا من هاي المعونة، معونة طالبي اللجوء. العام الماضي انخف. المعونة هي 460 يورو شهريا تقريبا لطالبي اللجوء، و 413 يورو للأشخاص طالبي اللجوء اللي بيعيشوا في مراكز إيواء اللاجئين، يعني بيناموا بيشربوا بياكلوا. فهي كانت المعلومات من مكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني حول الأشخاص اللي بيستفيدوا من معونة طالبي اللجوء. أصدقائي ممكن تشاركوني آراءكم حول هذا الموضوع، هل أنتم كمان بتاخذوا 413 يورو و 460 يورو؟ يعني بعتقد عدد قليل من الأشخاص بياخذوا هذا المبلغ أو هاي النسبة الكبيرة. هيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. حبيت نصور اليوم خارج البيت، خارج الغرفة، خارج الاستوديو، حتى ولو ما عندنا استوديو ولكن منقول استوديو. فجو بارد شوي بعد ما صورنا وانتهينا من الفيديو. شكرا لكم لأنكم شاهدتوا الفيديو وتابعتوا الفيديو لهي الدقيقة ولهذا الوقت. بتمنى تشتركوا في القناة، تفعلوا زر الجرس، تشاركوا الفيديو مع الأصدقاء مع هاي الأجواء الباردة والطبيعة، ولو أجواء باردة حقيقة ولو في برد، فبحب أطلع وتمشى وصور حقيقة والطبيعة يعني كل يوم بالبيت بالغرفة. بتمنى كمان شاركونا أراكم نصور بالبيت ولا نصور هون بالطبيعة. نلقاكم في فيديو آخر والسلام عليكم.